أصبح الرجل ملما بالكثير من الملفات، بينها ملف مهم ما زال يثير الجدل حتى اليوم، هو ملف اغتيال الرئيس محمد بوذياف. سأبحث مع اللواء خالد نزار الكثير من القضايا، قضايا مهمة، قضية التحاقه بالجيش الفرنسي، ثم قرار فراره من هذا الجيش والتحاقه بثورة التحرير، وسأبحث معه قضية حكم الجنرالات ودوره هو في قيادة الجيش، وأبحث معه كذلك أحداث أكتوبر والعوامل التي أدت إلى توقيف المسار الانتخابي. هل استقال الرئيس الشاذلي بجديد بمحض إرادته أم تنحى بضغط من قادة الجيش؟ وما هي ظروف اغتيال الرئيس محمد بوذياف؟ وأبحث مع اللواء خالد نزار قضية حزب فرنسا، وهل هذا الحزب حقيقة أم أسطورة؟ أبحث معه كذلك نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 مايو الماضي، وموقفه كذلك مما يجري من أحداث في دول الربيع العربي، وأخيرا تحوله إلى الأعمال الحرة بعد مغادرته مؤسسة الجيش. أهلا بك سيد اللواء خالد نزار. بارك الله فيك سي حناشي، توجه إليك شخصيا وسي أنيس رحماني بالشكر للاستضافة، ونحاول أن نجاوب على كل هذه الأسئلة، ونتوجه بالشكر ونتوجه أيضا بالنجاح في العمل بالنسبة لكل عمال القناة، وأنا جاهز لفيها بعض من الأسئلة. مرحبا. أشكرك سيد خالد نزار. أبدأ معك من أول محور في هذه المقابلة، هو التحاقك بالجيش الفرنسي. أنت كنت ضابطا بالجيش الفرنسي، والدك كان أيضا ضابطا في الجيش الفرنسي، هل هو من أدخلك إلى صفوف هذا الجيش؟ هو أولا الأب ما كانش ضابط في الجيش الفرنسي، كان صف ضابط، كان التحق في ظروف خاصة. لازم نعرف أن المنطقة خاصة منطقة بلزمة معروفة بالانتفاضات انتاحها في 1870 و 1916، وخاصة الشيء اللي يخص الوالد وهي الانتفاضة اللي وقعت في 1916، اللي عندنا احنا في الجهة يسميوها عام ساليغان ويسميوها اسمها عندها عدة اسماء. الانتفاضة كانت ضد تجنيد الجزائريين للحرب الفرنسي، لأن في 1816 كنا تماما في وقت الحرب العالمية الأولى، معناتها من 1914 حتى 1918. فلما ثارت الجهة جاءوا الفرنسويين وخذوا كل مسؤولين العائلات، داو مسؤولين العائلات وداوهم حبسوهم في حبس باتنا، وطلبوا منهم انهم الى باش يطلقوهم لازم كل رئيس عائلة يعطي على الاقل واحد للجيش الفرنسي، لان قبل هذا الناس ما شاركتش في الحرب العالمية الاولى. كان الاب كان يتيم، كان في عمره 18 سنة في هذيك الوقت، فاختار انه يلتحق بالجيش الفرنسي ويخليه باباه يخرج من الحبس. فطبعا من الجبل، لأنه كان هو الآب، كان كنا نسكنه في قرية جبلية اسمها المطارس اللي قريبة من سريانا، ولكن هي في جبل بلزمة. لما التحق كان ممكن رايع ماشية، أنا نظن في هذيك الوقت، لأن كانوا يعيشوا هذيك الجهة يعيشوا عيشة تاع ناس البرة، مكان فقير نوعا ما، كانوا الناس يربيوا الماشية، كانوا ممكن عندهم أراضي زراعية ولكن أراضي ضعيفة،
وكانوا عايشين كيف كيف بسواني، كانوا يديروا يخدموا السواني، يخدموا الأشجار خاصة، ولكن أشجار جبلية، فكانت معيشة يعني في الحقيقة صعبة. مباشرة لما مشى كما كان يقول بكري، هو يقول طيشت العصا ومشيت في 1916 19 مباشرة 19. بعد شهر لقى روحه في بحر الأبيض المتوسط والسبعتني وهذيك الوقت، وصل ودوى الحرب، دخل في الحرب تاع فرنسا مع الألمان، دوامان فيردان سمعتي وكل شيء، وروح كذلك من هذا الشيء حتى الألمانيا. والدك سيد نزار عمل في المجموع 15 سنة في الجيش الفرنسي، وتحصل على ميداليات عسكرية أيضا من الجيش الفرنسي. خلال هذه الفترة حسب بعض المعلومات التاريخية شارك مع قوات الجيش الفرنسي في عمليات عسكرية في بعض الدول العربية. وجدت أنا لما كنت أبحث في هذا الملف دولا مثل سوريا والمغرب، هل شارك والدك مثلا في أحداث ثورة الريف في المغرب في 1923؟ ممكن، لأن في هذاك الوقت كل الجزائريين كانوا يديهم، لأن كانوا داخل الجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي كانت عنده مشاكل هذاك الوقت في سوريا وفي المغرب، وخاصة في المغرب في جهة الريف، ففي جزائريين اللي عدوا مروا على الريف، وممكن الوالد مر على الريف سوريا مانيش عارف، ولكن على الريف، لأن ما بقاش كثير في الجيش، بقى حوالي 15 سنة في الجيش. وبعد خرج في تقريبا في سنة 31 تقريبا، لأن عمل غير 15 سنة، وكانوا استدعاوه في 39، موبيليزي معناتها ياخذوه لأن دخلوا في الحرب العالمية الثانية، واستدعاوه، ولكن ما كانش راضي باش يمشي، وما مشاش، لأن عنده ربع أولاد، وفي هذيك الوقت القانون واش يسمح الناس اللي عندهم ربع أولاد باش ما يمشيوش للجيش، فما دارش الحرب العالمية الثانية، فقط دار 15 سنة في الحرب العالمية الأولى. كان في البداية مشى مرغوب سمعتي به، لأن لازم باش باباه يخرج من الحبس، ولكن من صار من نزل من جبل وشاف بلدان أخرى وكل شيء، ممكن عجبه الحال، ممكن بقى مدة، ولكن بعد 15 سنة انتهى من هذا الشيء. ولازم يعرف الواحد أن في هذيك الوقت كان النظام الاستعماري كان نظام يسميه لأنه كان داخل في الجيش سولو ريجيم دو لانديجينا، معناتها كاين فرق بين العسكري الفرنسي والعسكري الجزائري. مثلا الجزائري عنده كابوس، موش كابوس الكابوس الاحمر، موش الكابوس سي با لو كالو فرونسي ولا لا كاسكيت فرونسي. مثلا لو كابورال شيف اللي اقل من رتبه نتاع سطباب نتاع سيرجان، ماتي ما يحييش لو سيرجون انديجان مثلا، لو سالير ني با لو ميم، معناتها الخلاص مش كيف كيف. ولما عدى 15 سنه ما كانش عنده حق في التقاعد، لان تحت 25 سنه ما عندهمش حق في التقاعد. فياخذوا شيء محسوب الشيء اللي خلصوه في اللي دفعوه في وقت وين كانوا في الجيش، بعد ما يخرج يعطيوهم له ضربه واحده، فما عندوش تقاعد، ما عاش من تقاعد. سأتي الى ذلك لاحقا. بالنسبه اليك انت سيد نزار، هل والدك هو من دفعك الى الالتحاق بالجيش الفرنسي؟ حقيقه لان الظروف كانت قاسيه وكانت صعبه. لازم تعرفوا باللي كنا في حالة، خاصة الشيء اللي صار في الحرب العالمية الثانية، انها كانت فترة صعبة، فترة سي سي ظن في
الفيلم اللي زاني دوبراز تاع الاخضر حبيبنا بيتظهر ظهر مليح الشيء اللي صار في هذيك الوقت. انا الصور اللي نشوفهم في الجبانه في الاوسيمتيار هذيك الوقت اللي في الاسبوع هذيك عشتهم انا شخصيا عشتهم، لان كنت عايش في الدوار لان توفات الام وكنت صغير قبل ما ندخل المدرسه، وكانت الجده هي اللي رباتني مده سنتين، فكنت عشت وشفت هذيك الامور، لان كانت الناس عايشه في ظروف يعني جد قاسية، والمناظر هذيك أنا عشتها في هذيك الوقت. الظروف كانت صعيبة، دخلت المدرسة في لأن في وقت الحرب العالمية الثانية المدارس كانوا غلقين، كانت عندنا زوج مدارس في الجزائر ابتدائية اللي نسميهم ليكول داو ليكول دامبا، سمعت يعني المدرسة الفوقانية والمدرسة التحتانية. المدرسة الفوقانية سيتي مخصصة للأهالي، مخصصة للجزائريين، ستادير ايديكول انديجان اللي دخلت فيها انا شخصيا، وكانوا على كل حال بالنسبة لحنا كجزائريين فاليس عزي لاتات لازم يحفوا لنا الرؤوس تماما، سمعتي كان ممكن يراعيوا فينا بطريقة أخرى. عفوا أنت دخلت إلى المدرسة الأهالي المدرسة الفوقانية لمدة سنتين فقط، يعني تقريبا. فيما بعد تم تحويلك إلى المدرسة التحتانية، يعني مدرسة المخصصة للأوروبيين. هل لكون والدك كان ضابط في صف ضابط في الجيش الفرنسي لهذا السبب تم تحويلك إلى مدرسة الأوروبيين؟ الواحد يتساءل، وإلا ما كنتش وحدي، ما عنديش واحد الأول الجزائري اللي هبط لهذه المدرسة، كانوا جزائريين أخرين. أنا أظن كانت سياسة، ممكن بالنسبة للفرنساويين كانت سياسة، ممكن حوسوا نوعا ما ما يظهروش هذاك الشيء اللي يفرق بين 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 مدرسة وأخرى. ممكن هذا ممكن، أنا نشك باللي المدرسين هما اللي طلبوه هما اللي أثروا عليها، هما موش الكولون كان عندهم فكرة أخرى، وكان المدرسين اللي كانوا جاوا ممكن من فرنسا اللي ما كانش عندهم هذه الفكرة كيف كانت عايشين الجزائريين والفرنساويين في الجزائر، ممكن هما اللي أثروا هما اللي فرضوا هذا الشيء، ما ناش عارف. ممكن فعديت مدة دخلت المدرسة وأنا في عمري 8 سنين ونصف، لأن المدرسة كانت غالقة في وقت الحرب العالمية، وانفتحت في 45 سنة 45، فبداية سنة الأولى تاعي هي 45 في المدرسة. في سنة 50 وصلت للنهاية تاع الابتدائي، وكنا هذيك الوقت كنا الواحد لما يوصل يكمل الابتدائي لا عنده إمكانيات يروح، سمعتي، سواء لباتنا، لأن المتوسط في باتنا، معناتها السنة الثالثة متوسط في باتنا أو في مكان آخر. في هذيك الوقت صحيح ان التعليم كان تعليم مجان، وانما فيه مصاريف لازم كل اسبوع يمشي في الكار، كان لازم اللباس يتغير نوعا ما، اللي ما يسميوه بكري لتروسو لازم، سمعتي، يشري لي بيجاما، يشري هذيك. على كل حال انا بالنسبه للولد ما كانش عنده هذه الامكانيات، كانت عنده 12 من الولد، كان خدام يومي ستاجور دالي لا روتات. عفوا سيد نزار، بعض المعلومات التاريخيه تقول انه الوالد اضافه الى كونه ضابط صف في الجيش الفرنسي كان يمارس التجاره، كان مثلا
كانت له نشاطات تجارية، وهذا يعني أنه كان ماليا في وضع أحسن يعني مقارنة بغيره من الجزائريين. لا أبدا، كان مارس كثير من الأعمال قبل ما يولي عامل يومي في البلدية. نعم، لأن في الأخير جرب كل الأشياء وما نجحش، فشل في التجارة، فاشل في دالي الفاش كلابل تربية الماشية، تربية الماشية. أنا وجدت في فاشل كل في هذا الشيء، ولا اختار العمل في اليوبي سمعتي في القرية، يعني في القرية خاصة على مستوى لا كوبين ميكست في هذيك الوقت يسميوها لا كوبين ميكست. فالامكانيات ما كاش عنده، وكانه بما ان كان عدى 15 سنه في الجيش، وكانت معلمه كنت نروح عندها ناخذ ساعات تاع دراسه زياده، كانت مده مجانا ليا انا شخصيا، وكنا زوج من الناس اللي كانت عندنا ممكن امكانيه باش نلتحقوا بالمدرسه كيف يقولوا باش نواصل الدروس في المتوسط وفي الثانوي. وهي اللي كانت تعلم هذا الشيء، وقالت له باللي فيه، شافت باللي ما عندوش امكانيات باش هي نواصل دراستي لان امكانيات ما كانش، فاقترحت عليه هذا الحل، ان فيه مدرسه عسكريه معناتها يدخلوا فيها شبان، ولكن بعد ما يدخلوا فيها لازم باش يعطيوا 5 سنوات في العوض، يعني يخلصوا بالدراهم يعوضوها ب5 سنوات في الجيش الفرنسي. التزام لمدة 5 سنوات. التزام لمدة 5 سنوات. أنت في مذكراتك تحدثت كثيرا عن هذه السيدة، سيدة كالفيا. هي التي أول ما تحدث عن أو طلبت من والدك إرسالك إلى مدرسة، إلى المدرسة العسكرية لكل دي تروب في مدينة مليانة. في مدينة مليانة، كانت في مدينة مليانة، ومن بعد تنقلت مدينة القليعة، فدات مليانة والقليعة 5 سنوات. الذين كانوا يدخلون إلى هذه المدرسة كانوا تلاميذ أو طلبة كلهم من أبناء ضباط الجيش الفرنسي؟ مش كلهم. تلاقيت أخرين اللي ما عندهمش حتى صيلة مع الجيش، مع الجيش الفرنسي. ولكن بالنسبة للوالد وبالنسبة لي ما كانش فرصة أخرى. ما كانش فرصة أخرى. لأن كثير اللي دخلوا لهذه المدرسة ولما شافوا الصعوبات واللي شافوا التعامل مع اللي تلاقاوا اهتموا وكل شيء، كان خرج اللي حبسوا خرجوا عفوا على المقطع سيد نزار. الذين التحقوا بهذه المدرسة، المدرسة العسكرية في مليانة، يا إما كانوا أبناء ضباط الجيش الفرنسي أو كانوا من أبناء العائلات الثرية في الجزائر. هل هذه المدرسة كانت مخصصة أيضا لأبناء الفقراء، وغالبية الجزائريين كانوا فقراء في ذلك الوقت؟ لا أبدا. فيه فقراء وفيه فيه ناس من اتجاهات أخرى. أنا على بالي وكنت أتساءل، كنت صغير وكنت أتساءل، كانوا أولاد قياد. بقول أنا بالنسبة لي كنت أتساءل كيف أولاد قياد سمعتي عندهم إمكانيات ويخلي أولادهم يجيوا في مدرسة كما هذه، مدرسة عسكرية في الحقيقة. الواحد يبدأ من صغره، يبدأ سمعتي قال يمشي أوروبا، ويبدأ سمعتي وكل شيء، ونخرجوا بواحد اللباس خاص سمعتي، وكنا شغل. دونك كانت الأمور صعبة جدا، سواء في الأكل، سواء في المعيشة، سواء في التصرفات نتاع المعلمين ونتاع معانا احنا، كانت جد صعبة. وانا بالنسبة لي ما كانش حل آخر. جوسكا بريزون جو ريغريت با، مانيش انا الوالد ما كانش عنده فرصة أخرى، لقى غير هذه الفرصة، وانا اعتبر
انا ما نجمش باش نقول باللي غلط من جهته ولا ابدا، او كونترا انا شخصيا نقول باللي هذا هو الطريق الصحيح اللي خداه، واعطاني فرصه باش ما نبقاش قال في سرياده ونبقى عايش في سرياده. ممكن بالسيرتيفيكات ديتويد، ممكن ماصو، ممكن سمعتي، اعطاني فرصه، خرجت وقريت والحمد لله، وعاونت البلاد بالشيء اللي تعلمت عليه، عاونت به البلاد. هذا هو الشيء اللي دونك جو نو ريغارد با، سمعتي سو كي انت في بار مون بير. سناتي الى ذلك لاحقا. من المدرسه العسكريه في ميلينا تحولت الى نفس المدرسه في 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 مدينه القليعه. عندما اندلعت الثوره في سنه 1954 كنت انت في مدرسه في القليعه، كان عمرك 15 سنه. في ذلك الوقت الكثير من المجاهدين التحقوا بالثوره واعمارهم لم تتجاوز 14 15 16 سنه. لماذا انت لم تلتحق بالثوره في ذلك الوقت؟ لان كل الناس ما التحقوش، و 14 15 سنه لا ما كاش منها. التحقوا الناس ابتداء خاصه 56 الناس اللي التحقوا كانوا من نفس المدرسه، كثير من اللي التحقوا من نفس المدرسه، ما اللي التحقوا نجم نسميهم نعرفهم سمعت، لان هذه المدرسه شاركت كثير في الثوره، ناس بزاف التحقوا بالثورة، كاين اللي مازالوا حيين، كاين اللي استشهدوا مات وكل شيء. وفي هذيك الوقت في ذلك الوقت في 56 يعني ذلك الوقت نشفى فيه واحد بالصلاب بوطالب، خو بوطالب اللي هو موجود اللي متكلف بال لا فونداسيون امير عبد القادر، فيه علي القاهره لان بعد تلمون صغير بعثوه للقاهره باش يتعلم فيه. هذا التقيت به انت فيما بعد في المانيا وفي فرنسا؟ نعم. لا مش في المانيا، تلقيت به في الثوره. في الثوره نعم. تلقيت به في الثوره، علي القاهره تلقيت به بالثوره، بوطال ما تلاقيتش به لان مات. كاين واحد اخر مات في شاف دو زون في التحق صغير، شاف دو زون في لا زون 8 الناس الكل يعرفوه في لاساكيم ولايه، في الولايه الخامسه معروف سمعتي. كاين لو نوفو عبد الملك الدايزي التحق 15 سنه في عمره سمعتي، وكل شيء كاين بزاف، كاين اللي التحقوا. معناتها سيت ايكول هذا المدرسه مثل المدارس الاخرين، وممكن نجم نقول هذه المدرسه مدت اكثر للطورة، رغم ان تسمى انها مدرسه عسكريه فرنسيه، ولكن ناس استجابوا للثورة بصغرهم من صغرهم، وكاين اللي التحق وكاين اللي ما التحقش. انا في هذيك الوقت كنت في 15 سنه ما التحقش، وان كان ماتي كنت في الجهه اللي كنت عايش فيها، كنت يعني جيتي بلونجي دون لا ريفولوسيون، جيتي بلونجي اترافير لا فامي، سمعت على طريق العائله، على طريق سمعت الاعمال اللي كانت قايمه بها. كنت عارف مليح الاشياء اللي كيف كانت تمشي في البدايه، وخاصه من البدايه. جي با اي لوكازيون دو روجوان بور دي ريزون دوتر دي ريزون بيرسونيل. جي روجوا او ماما في 54 55 والدك طلب منك عدم الالتحاق بالثوره بحكم انك طالب وتدرس وما زلت شابا صغيرا، ام كان موقف؟ هذه مساله تاع كل الاولياء، كل سمعتي وكل شيء بك، حتى ام بارون نو بو با سمعتي دومبلي انفوي سون فيس. يانا كي لون في طلب منك عدم الالتحاق بالثوره والدك رحمه الله؟ لا. تفضل سي نزار تفضل. ولكن كانت راخصة في 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 ذهني بلي لو بدها الواحد، لان كنت عايش ظروف الثورة. ولا هنا من بعد نرجع بعد الأسئلة تاعك نرجع نعم المعيشة اللي عشتها في هذيك الجهة وقرية سريانة سمعتي والقرى الاخرى اللي كانت حول حول القريه المركزيه اللي تسمى سريانه، لان سريانه حوالي 1000 شخص وحولها حوالي 4 5000 شخص. هذا مكان
هذه هي القرية كلها. سيد نزار، التحقت في سنة 1955 بمدرسة ستراسبورغ لتدريب. عندما أنهيت تدريباتك استفدت في عام 1956 من مزايا دفعة لاكوست، وهي معروفة لدى الجزائريين، وكان لاكوست الوزير المقيم في ذلك الوقت في الجزائر يسعى لإبقاء الجزائر تحت الهيمنة الفرنسية، يسعى لإبقاء الجزائر تحت الهيمنة الفرنسية والسماح للجزائريين أو لبعض الجزائريين بالوصول إلى مناصب المسؤولية. أنت شخصيا قلت ذلك في مذكرتك، هل راهنت فرنسا على دفعة لاكوست والطلاب الذين تدربوا وتكونوا في المدارس العسكرية الفرنسية؟ لا، في هذا الجانب الفهم غلط، الفهم غلط. لازم نوضح كل هالأمور، خاصة كاسكو سي لا بروموسيون لاكوست، واش هي معنى لا بروموسيون لاكوست. انا الاول ممكن اللي تكلمت على لا بروموسيون لاكوست، لان ما عنديش je n'ai pas de problème là-dessus, je n'ai pas d'arrière-pensée. Bon, j'ai dit, j'ai تكلمت على لا بروموسيون لاكوست لان الى توصلت ضابط بسرعه سيغاس على بروموسيون لاكوست، لان بالنسبه لي كنت ممكن نبطى اكثر باش نولي ضابط، لان سكو لابلي في بكري عند الفرنساويين لو سيرفيس لو، لو سيرفيس لو تخرج من ستراسبورغ صف ضابط، ومن بعد تروح دير توجيد سنتين، ومن بعد توجيد تروح لهذيك الوقت لمدرسة الضباط، سمعتي، ومن بعد مدرسة الضباط بعد سنة، بعد زيد تروح لسافيكسون باش تعدي سنة، فتاخذ وقت، تاخذ وقت. القرار نتاع لا بروموسيون لاكوست وقتها جا في الوقت وين الفرنساويين فاقوا شافوا وفي ذهنهم باللي لازم تبقى فرنسا في يدهم، لازم تبقى فرنسا في يدهم. بصح كيف شافوا باللي كانت غلطات من جهتهم في كثير من حاجات، لازم ما تنساوش باللي في 62 كانت عندنا 500 طالب في الجامعة، كان جامعة واحدة وهي جامعة الجزائر، وكانت فيها 500 طالب موش كلهم في الجزائر، وإنما بعض منهم كانوا في فرنسا، كانوا في ولكن كانت واحدة. فشافوا باللي كان فرق كثير بين الجزائريين وبين الفرنسيين المستعمرين، ففي ذهنهم قال ممكن نصلحوا نوعا ما الغلطة لألا تبقى في الجزائر فرنسية، موش الهيمنة، الهيمنة استعمار، قال مواصلة الاستعمار، مواصلة الاستعمار موش الهيمنة، ما كونوناش باش نهيمنوا على الجزائر أبدا. فبالنسبة لبروموسيون لاكوست ما خذوش غير العسكريين، خذوا من كل جهة، خذوا من العسكريين، خذوا من لا كود ادمينستراسيون، خذوا سمعتي في لي فينانس، خذوا في الاطارات في كل جانب. معناتها لا بروموسيون لاكوست نو كونسيرني با كلارمي، كونسيرني لانسومبل لا دي 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 كادر بور لالجير، سيتادير اون بلوس دي كادر فرونسي، سي ان بو شي اللي راه واقع في فرنسا اليوم، يقول لك لا سيليكسيون بوزيتيف، سيتادير الهجره الايجابيه، اختيار الكوادر، ما عندوش مستوى باش يروح مباشره لا غراند ايكول، قال اسيدي كي عاد جزائري باش نربحوه، باش نوعد ما في فكرهم، قال نخليوه يعدي، سمعتوا كل شيء، ولعل هذا الشيء كل يخلينا سمعت ما نتلاقاوش مشاكل بالنسبه للجزائر. في هذه النقطه سيد نزار، لانه المتعارف عليه في الجزائر انه دفعه لاكوست، انه الفرنسيين قاموا بتكوين ضباط واطارات لتقلد مناصب المسؤوليه بعد الاستقلال، او ما يدخل في اطار مشروع دوغول، لانه الكثير يتحدث عن 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 رؤيه دوغول الى ما بعد الاستقلال، لهذا طرحت هذا السؤال. لا ابدا ابدا، هو لازم تعرفوا دابور هذه لاكوست قبل من دوغول، نعم
مشروع دوغول في 58 ومشروع دوغول في 58. نعم ساس البروغرام لاكوست. لاكوست نعم بروبلم لاكوست. بروبلم لاكوست كان شفاو للديرني كاردور للديرني كاردور معناتها سمعتي راح نقضي على 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 الطوار راح نقضي وراح تبقى الجزائر الفرنسية. ولكن باش تبقى الجزائر الفرنسية لازم نرضي نوعا ما الجزائريين، ولازم تعرفوا باللي السياسيين تاع وحدة من قبل كانوا ناس كانوا يعيطوا وكانوا كانت منظمات وكانت تعيط بلا بلا تيغراسيون ولا سيميلاسيون، هذه هذه كانت موجودة وسياسيين كبار. وحتى ممكن نروحوا البعض ممكن اللي كانوا يقولوا باللي سمعتي كيف نقولوا سي 1931 ديجا سمعتي كانوا دي احزاب اللي كانوا يطالبوا بالانتيغراسيون لا سيميلاسيون ومن جملتها العلماء نقولوها. نعم نعم نقولوها صراحه. نعم. سمعتي نعم. اليوم ممكن رانا نسمعوا في نغمات اخرى سمعتي وكل شيء. دخلنا ال لا بروموسيون لاكوست اتوشي توت لي سبيسياليتي دالجي اتافير سا زادو دارو دي ساس بور انسيني سواتي اوزانفا ايزايسي. هذه فكرتهم فقط باش يبقاو في الجزائر موش باش من بعد الاستقلال تبقى الهيمنة وتبقى قال تحكم في الجزائر بطريقة اخرى ما يسمى مع عند بعض من الناس قال لا ساكيم كولون. شوفوا كيفاش بسرعة نروحوا في حكم مسبق سمعتي وكل شيء ونولي ونرجعوا إنسان من اللي كان مجاهد سمعتي وكل شيء ودافع على بلاده ويولي خاين. لا لا شك أنت مجاهد بدون شك ولكن يجب أن بصفة عامة. نعم أريد أن نبحث قضية دفعة لاكوست لأنها مهمة جدا. سيد نزار ربما هذا المحور بالذات له علاقة ما يسمى بحزب فرنسا سنتناوله في في فيما بعد. في دفعة لاكوست كنتم أنتم الضباط في 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 ستراسبورغ تم تحويلكم بسرعة كبيرة إلى ساميكسون وكل الضباط الذين درسوا في 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 ساميكسون أو الذين استفادوا من دفعة لاكوست وجدوا بعد الاستقلال في مناصب المسؤولية في المؤسسة العسكرية. كثير من ضباط الجيش كانوا ضباط في الجيش الفرنسي واستفادوا من دفعة لاكوست. ربما هذا السؤال له علاقة بما يسمى بحزب فرنسا. ما رأيك أنت في هذا في هذا القول؟ قبل ما نوصل لحزب فرنسا لان راني مخصص له تفضل لا نتكلم على تفضل فيه تناقض في السؤال. اذا كان هذا الناس تاع لاكوست ولا لقاو واحد في الطوره ولا حاكمين مناصب انا نتساءل سمعت لي فين موجود المشكل. لان صحيح كثير من الضباط اللي داروا لا بروموسيون لاكوست التحقوا بالثوره تاخذ الطوره ومعروفين وراهم موجودين تاخذ كثير موجودين الشاب لو مينيستر ديليغي اليوم سمعت سيد جليزيا وكان معك فر معك من الجيش الفرنسي فوالا وسمعت لي وبيكا عبد الدور وسليم السعدي سمعت لي وبداوي الله يرحمه وعبد الحميد زرقيني محمد العماري سمعتي محمد العماري خاطي ستان ابلي بون يا بوكو دابلي كانوا في الجيش الفرنسي يعني عدد كبير من الناس. سي ديزابلي لا بروموسيون لاكوست il n'y a pas que des gens qui sont la plupart sont des appelés sont des appelés العربي بالخير سي ابلي ainsi de suite دونك هادو كل تحقوا لا بلوبار تحقوا اي لا بروموسيون لاكوست. انا بالنسبه لافونتري لا بروموسيون تاعي لا 703 ماتي كنا ممكن في 6 ولا 7 جزائريين. هذا ما كان من كان معك في تلك الفتره من كان معك في تلك الفتره سيد نزار؟ في تلك الفتره كان العربي بالخير تلك الفتره كان قلنا زي عبد الملك لاسيس كانت عندها قبلي كان واحد التحق بال التحق سيد التحق بال بلا فيدراسيون فرنسا ومات استشهد تبع بلا فيدراسيون فرنسا هادو شفع عليهم. كان واحد يقولوا له يقولوا له هو من ابو البوار يقولوا له هو ستانابلي ومن بعد ما قعدش خرج نسيت اسمه منهم من البواقي بعد نتفكر اسمه مي اون ايتي با نومبرو توت با نومبرو. هذه سي لارمي تاع مو جي في لارمي تاع
Il y avait Aouduf les transmissions, Aouduf le. من مثلا قل لنا من هم الذين كانوا في ذلك من هم مثلا اللي كانوا الذين كانوا في تخصصات أخرى مثلا في في الإشارة في ال نعرف اللي التحقوا نعرف اللي التحقوا بالجيش مباركة في ال في الدبابات با في الإش سليم كان في الترانسبور كان سليم في سعدي سليم سعدي كان في ال في السيارات نقل نقل كان في النقل خليل كان في الجدي ما واسمه بدون رابح كان في جدي كانوا في بعض من التخصصات هذول اللي التحقوا بالجيش اما الاخرين ما نعرفهمش هذول شخصيين ولكن ماهوش عدد كبير يعني في الحقيقه ماهوش عدد كبير نعم في 1956 ظهر ما يعرف برساله رحماني في هذه الرساله وقع 56 ضابط جزائري بالجيش الفرنسي رسالة وجهت إلى الرئيس الفرنسي في هذه الرسالة طلب هؤلاء من الرئيس الفرنسي عدم إجبارهم على إطلاق الرصاص على إخوانهم الجزائريين هل كان الضباط الجزائريين سندا إلى هذه الرسالة يشاركون في عمليات ضد المجاهدين الجزائريين لأنه لا يوجد سبب يدعوهم إلى المطالبة بعدم إطلاق الرصاص على إخوانهم الجزائريين لا هذا الضباط 56 اللي رضاوا هذا الرسالة هم كانوش في الجزائر كانوا في فرنسا ألمانيا هو في الحقيقة الجزائريين اللي شاركوا البداية تاع الثورة اللي يبي او دو ريجيمان اللي شاركوا هنا في الجزائر شاركوا في البداية في 55 بس هنا لازم نتكلم على حاجة اللي خلاتنا الجزائريين داوهم كلهم للخارج معناتها لي زونيتي دو تيرايور ايتا بدي سوا كورس سوا دالمان وهذه في البدايه بدايه الثوره وعلاه لان كانوا ناس يفروا كثير لازم تعرفوا باللي بالنسبه للوثائق اللي خرجت لي زارشيف كون بو فوار اجوردي نجمو نشوفوهم نروحوا لاكس اون بروفونس اون بو لي فوار المرة الأخيرة كان تكلم عليهم المؤرخ نتاعنا كما يقولوا ليرو في فرنسا محمد حربي عطى كل التفاصيل من هذه الأشياء لازم تعرفوا باللي يا 15000 ديزيرتور 15000 اللي فروا من الجيش الفرنسي التحقوا بالثورة والتحقوا كلهم بالثورة عدد كبير هذا 15000 عدد كبير يساوي لا ترازيام ديا يساوي لي 5 ريجيمان كي اكزيستي في هذيك الوقت الخمس ريجيمات اللي كانت موجوده سمعتي في الجيش الفرنسي معناتها لي 5 ريجيمان دو تيرا 15000 بين 54 و62 نعم بين 15000 وهذيك الوقت انا عشت في الجبل هذيك الوقت والجنود لما يشوف واحد يلتحق يجي من عند هار فارم من الجيش الفرنسي اللي هاز فيزي ميتريور يعطيه له يقول له هاك انت تعرف تيري لانه مدرب ومكون لا حتى من الجنود كانوا واثقين في هذا الناس وكانوا وكثير منهم كلهم كملوا سوا استشهدوا كمسؤولين شيف دو جروب شيف سيكسيون شيف كومباني شيف دو زون وتوصلوا حتى شيف دو ولايه ناخذوا باغ اكزومبل عباره بوغلاز عباره بوغلاز تيرميني كوماندون دو لا باز دو لاز دو لا باز دو لاز سي ليكيفالون دو سمعت سي تا في المنطقه التي في المنطقه التي شاركت فيها انت في الثوره في مدريد Donc, pour vous dire, c'est quand même 15000 déserteurs. C'est pas des années qui parlent de la Hizb en France ou qui parlent de Smaati. Il faut savoir que les gens qui travaillent dans le jeu de la France sont les gens qui se sentent dans le mouatna ou le watan ou le chmanitou. Parce qu'ils sont les gens qui vivent. Pour les gens qui vivent, اللي في الخارج اللي يروحوا يعملوا هما اللي يحسوا اكثر والمناظرين يجيوا من عندهم اكثر في بي 45 كثير من العسكريين شاركوا في المظاهره تاع 45 لان داروا الحرب العالميه الثانيه وكانوا يستناوا
لأنه كان فرح يوم 45 8 مايو 45 كان فرح عندهم فرح استقلال وفرح اسمانتي. احنا مع الأسف الشي اللي صرا هكما شفتوه باش اللي صرا وناس اللي شاركوا في المظاهرة من جبلتها كانوا ناس اللي داروا الحرب العالمية الثانية وخرجوا من الجيش الفرنسي وشاركوا في هذه المظاهرة الكبيرة سواء في سطيف سواء في قراطة في قلب. بالنسبة لرسالة رحماني وهي رسالة مشهورة وغير معروفة تماما لدى الجزائريين، هل كان يطلب من الضباط الجزائريين إطلاق الرصاص على المواطنين الجزائريين؟ كان يطلب هما كانوا طالبين هما البرية. أنا ما كنتش هذيك الوقت ما تخرجت من المدرسة، ولكن لما التحقت عرفت في ساميكسون عرفت لا أنا 56 كنت في ساميكسون كنت في 56 كنت في ستراسبورغ نعم ستراسبورغ 57 في ساميكسون الشيء اللي عرفت لأن تلاقيت اللي سينياتير الناس اللي مضاوا هذا البرية اللي مضاوها من جملتهم فيهم مصطفى شلوفي فيهم سايس فيهم بن عبد المؤمن فيهم شابو فيهم سيبانوف بعد فيهم هادو مضاوا والأكثرية منهم دخلوا الحبس دخلوا لاسانتي في سيبوا في لاسانتي لما بسبب كانوا يترجوا من سبب توقيع رسالة مش غير توقيع رسالة لا لأن قاموا بأعمال أخرى سمعت فيه كل شيء كما يقولوا هما أعمال ضد الأمن الفرنسي أو لسيرتي الليطة مثلا كانت عندهم علاقة مع الجبهة خدموا مع الجبهة وغير ذلك. هذه هي ما عملوش أعمال أخرى ما تيوك أعمال في صالح الثورة لما ما كانش جواب من عند رئيس الدولة كانوا اجتمعوا قالوا الجواب ما كانش لازم القرار لازم ناخذوا قرار. أنا أظن ما اتفقوش فيهم ناس اللي خذوا قرار قال ما فيه جواب التحقوا بالثورة وفيهم سمعتي اللي ما التحقوش بالطورة ممكن فيهم اللي خرجوا مباشرة خرجوا في كمدنيين سمعتي وفيهم بقاو في الجيش الفرنسي حتى الأخير يعني سؤالي سيد نزار في الرسالة طلبوا من الرئيس الفرنسي عدم إجبارهم بصفتهم جزائريين على إطلاق الرصاص على المواطنين الجزائريين، هل يعني هذا أنهم كانوا يشاركون في عمليات ضد الجزائريين؟ لا أبدا أمر بسيكولوجي مشكل بسيكولوجي سيدي زالجيريا سيسانتون ألجيريا لا فرنسا غير أن ألجيري عارفين باللي يوما ما يستعملوهم ضد الجزائر وعلى ذلك حطوا المشكل مسبقا احنا جزائريين ما ناش نشوفوا في ارواحنا نروحوا نضربوا اخواننا جزائريين دونك كلكو بار بوزي لو بروبليم سمعتي دو لا غير الجزائري دونك البعد يعني الهدف بتاعها بعيد يعني ممكن سمعتي حولوا لان على هذيك ما خذوش جواب ما أنتوا كل شيء فيه ما يخذوا مسؤوليتهم التحقوا وفيه من لا ما أخذوش مسؤوليتهم وفيه من اللي ممكن استقالوا وفيه من اللي استقالوا في 1957 التحقت ب ساميكسون نعم بعدها تم تحويلك إلى ألمانيا وبقيت هناك تقريبا 10 أشهر أو سنة تقريبا 8 أشهر في تلك الفترة غادرت الجيش الفرنسي وفررت من الجيش الفرنسي والتحقت رفقة ثلاثة آخرين أحدهم سيد عبد الملك الجنازية أربعة آخرين وجدت أنا ثلاثة نائب وزير الدفاع حاليا. بعض الإشاعات تقول أن السلطات الفرنسية سمحت لكم بالمغادرة
والالتحاق بجيش التحرير بدليل أنها قامت بمحاكمتكم بتهمة الفرار من الجيش الفرنسي، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الفرنسي، ولكن لم تصدر ضدكم أحكام وتمت تبرئتكم. صحيح ما يقال حول هذه النقطة سيد نزار؟ لا، غير صحيح. لما دخلت هنا الجزائر عيطوا لي من كل مركز دركي، لأن في كل بريغاد دو جندرمري كان عندهم محضر، سمعتي، محضر فرنسي، محضر هنا في الجزائر؟ هنا في الجزائر. نعم. سمعتي، المحكوم عليا بعشر سنوات حبس. نعم. موجود، هو موجود هنا في الكتاب. نعم. موجود في الكتاب هذا المحضر. الناس مع الأسف ما بتهمة الفرار من الجيش الفرنسي. فرار من الجيش الفرنسي، سمعت لي. أنا أديت 10 سنوات، عبد الملك أدى 15. ما فهمتش أنا على هذا الفرق. أنا 10 هو 15. ولكن il y a eu un jugement. Un jugement. أنا لما كنت في 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 وصلت لألمانيا كانت لي فرصة. كانت لي فرصة أنني تلقيت واحد واحد كنت ما كنتش نعرفه، ولكن كان نوعا ما قريب ليا، كان صف ضابط يسميه لبوخ، فعلمت مباشرة الشيء اللي كان يصرى. نعم. الشيء اللي كان يصرى، كنت تعيد في كتيب التدريب تبع في ألمانيا، والمشكل تاع الفرنساويين ما كانوش ممكن، كان بعض اشياء كانت ما يفهموهاش مليح، كانوا يديروا لي رافل في فرنسا، كيف يسميهم لي رافل، كانوا يلموا الناس. ما ادري، ولما يشوفوا واحد ما خدمش الخدمه العسكريه تاعو يبعثوه لالمانيا، قال بعدوه على فرنسا. بعدوه على فرنسا، ولما يديروا العرافل ويحبسوا هذا الناس، الأكثرية كلهم داخلين في المنظمة، منظمة جبهة التحرير. كان منهم حتى منهم سيتي دي كوماندو، دي فيريتابل كوماندو. فلقينا أرواحنا في 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 ألمانيا مكونين لنا واحد كتائب تاع التدريب، الأكثرية كلهم سيتي دي ميليتون دو افلا، كلهم دي ميليتون دو افلا. فيدرالية جبهة التحرير في 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 فرنسا. في فرنسا. نعم. وكانوا كلهم يشاركوا يخلصوا الاشتراك، كلهم، كل الجنود نتاع الوحدات العسكريه الجزائريه اللي كانت في المانيا كلها تخلص الاشتراك، ولما نخرجوا الميدان التدريب فيدوروا بيا، كله يحكي لي بحكايتهم، وحتى ينعتوني اللي مجروح واللي مش مجروح وكل شيء، وما كان حتى واحد يخبي على واحد، لان القضيه الجزائريه عندهم كانت ماشيه والناس فاهمينها وكل شيء. ولكن ما كانش اتصال. انا لما تلقيت بهذا الانسان وفهمني الامور كيف كانت تمشي، وقال لي ماذا بيا الضباط تبقاو على جهه الخدمه، احنا اللي قايمين بها، عندكم اشتراك فقط تخلصوه، ولكن احنا قايمين بالاعمال اخرى، احنا اللي قايمين بها. قلت له انا يا اخي، انا اذا لقيت مناسبه باش نلتحق هذا هو اللي نحوس عليه، ما نحوس على حاجه اخرى. ثم فهمت منه ان فيه العلاقه والكونتاكت بين لا فيدراسيون فرانس وبين الجيش في 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 المانيا، انقطعت الاتصال، قطع الاتصال على جال لا سيناتور دو لا لاتر دي 56، لان الناس تاع جبهه التحرير خافوا وحكموا شويه أرواحهم، كانوا خايفين هذيك الوقت، فاتصال ما كانش موجود. ولكن اتصلت بالمسؤول هذيك الوقت، سيتي ان اجيدون شافي سابان جبيلي، توفى الله يرحمه، توفى في الدرك اللي هنا كان عندنا في الدرك الوطني. اتصلت به في هذيك الوقت، طلب مني باش ندفع الصور وندفع واش مين باش لما يلقاو الفرصة نلتحق يتم ترحيلكم. نعم. باش نلتحق بالجيش التحرير. استنيت ثمان شهور، ولكن في هذيك ثمان شهور ما قعدناش ساكتين، كنا عملنا، كنا منخرطين في جبهة التحرير.
الأعمال معروفة. إلي أيا ناتونتا سوف أورغانيزي ناتونتا كونتر ليوتنان الأخضر اللي تير عليه الزرزوري مازال في عنابة أو مازال حي في عنابة. دونك جو بارل با دو il y a eu des incendies au niveau des pompes à essence. Par exemple, la pompe à essence était un quartier qui s'appelait Manja, où il y a eu un quartier qui s'appelait Mazalhi, qui s'appelait Rabah Mesoudi, même Blad Lakbel. L'île Tahkmaana, des tracts. هادو هادي في المانيا في المانيا كلها هادي لي تراكت كان معنا محطه البنزين تابعه للفرنسيين في تبع الفرنسيين نعم. طبعا طبعا نعم. طبعا الفرنسيين اليوتلان الاخضر استان اليوتلان من بالعباس واصلوا بالعباس واصبر بالعباس بون كانت عنده علاقه ما كانش عنده علاقه طيبه مع الجبهات سمعتي وكل شيء فقروا ليله العيد الكبير سمعتي وكل شيء باش يا يغتالوه ولكن قاسوه بلانات تجرح ودخل حتى الجزائر ومات في الجزائر مات في الجزائر سمعت بيها أنا دخلت ما تلقيتوش لكن سمعت بيه دخلت في الجزائر معناتها أنا لهنا المجاهدين يطلبوا منهم زوج شهود سمعتي باش يثبتوا قال دخولهم للجيش ودخولهم أنا ما كانش عندي شهود أنا بعثت المحضر عند سي واسمه نتاع المجاهدين المجاهد الكبير نتاعنا كيما يقولوا له اللي حاكم الان المنظمه هي الان هي سعيد سعيد عبادو بعث له المحضر بعث له الاعتراف سمعت اللي عندنا المحضر متى تحصلت على الاعتراف ها متى تحصلت على الاعتراف من عند سعيد عبادو لا كي خرجت من الجيش نعم لان حقي كي نخرج من الجيش يعني حتى 1994 لا اعتراف بالجيش التحرير كان عندي من سابق نعم ولكن اعتراف كمدني في جبهة التحرير هذاك من بعد خروجي لانه يعطي امكانيات سمعتي اللي تستفاد منهم ولكن كعسكري ما عنديش حق فما درتها حتى نخرجت لما خرجت في 93 نظن درتها في 94 و 95 فبعثها لسعيد عبادو سيد عبادو ما طلبش منك شهود شاهد ما طلبش مني شهود لان عنده الوثائق هذا مخالف للقانون سيد نزار لا ماهوش مخالف للقانون ابدا ماهوش مخالف للقانون لا اعرف لانك انت مجاهد ولا شك في لا ماهوش مخالف للقانون لان لو تيموانياج سي لينمي كي تيمواني معناتها العدو هو اللي بين ويقول لك باللي شفنا خالد النزار في اجتماع في السبع في افريل 57 في لاكرات سمعتي الفلانيه والفلانيه سمعتي كل شيء هذا اون بو با تروفي ميور تيمونياج انا اقول هذا لانه جرى العرف بعد الاستقلال ان ياتي اي شخص مع رجلين ويقول صحيح. انهما شاهدين ثم يتحصل على بطاقه مجاهد بدليل انه اصبح عددا ضخما من المجاهدين واصبحوا ما يعرف بتزوير بطاقات كاينه منها كان عندنا واحد مسؤول كبير سي عدي منجلي الله يرحمه رحمه الله سمعت كان يقول هادو جماعة كنت هادو ولا يكتكتوا بكيف كل دجاج هذه كاينة منها موجودة بعد في 1958 التحقت من ألمانيا ثم إيطاليا ثم توجهت إلى تونس بقيت في تونس ربما بضعة أشهر في على الحدود ثم دخلت إلى الجزائر والتحقت بالمنطقة الشرقية في المنطقة الشرقية كان أحد المسؤول ربما تم تحويلك إلى هناك وعملت تحت مسؤولية شلي سيد شلي بجديد رئيس الجمهورية لاحقا السيد بجديد منذ 3 أو 4 سنوات قال في مدينة الطارف أنه سيد نزار كان جاء إلى المنطقة الشرقية ليتجسس لصالح الباءات الثلاث الذين كانوا موجودين في تونس وبعض وسائل الإعلام منها جريدة الوطن وهي جريدة يعني محترمة وكذلك جريدة لوسوار دالجيري نشر بأن الرئيس قال أن سيد نزار كان يتجسس أيضا لصالح فرنسا ما رأيك أنت في قبل أن ندخل إلى مشاركتك في ثورة في المنطقة الشرقية ما رأيك في هذا القول؟ ذوك القوى بعد ما كيما نقولوا احنا سمعت لي
مانيش فاهم انا يعني، لان كثير من اشياء تتردد اليوم وكثير من الاشياء تتقال وكل سمعتي، ولكن فيه الادله وفيه الشيء اللي راهو يتقال، الادله موجوده. دوك الانسان يحب يقول واش يحب. انا شيء اللي فهمته من سي شادلي لما تكلم سي شادلي، هو في الحقيقه وبعد ما ثبتنا الامور قال، ما قالش باللي، لان سي شادلي يعرفني كنت نايب نتاعو، ما ينجمش يقول باللي جاي يتجسس بعثاته فرنسا باش يتجسس، ولكن قال باللي بعثوه سمعتي بالجي بي ار لي 3 بي. انا فهمت من هذه باللي كان داخل في الكوبلو تاع 58 ببعدنا لي 3 بي، سمعت لي جاو يتجسسوا بعثوا واحد باش يتجسس، سافي دير باللي تي با داكور افيك لو جي بي ار. هذا الفهم نتاعي كنت انت، ولكن كان مسؤول ومسؤوليته خضع وقرار، وهذا هو هذيك حاجه اخرى. كان عنده له علاقه هو بما يسمى بمؤامره العقداء؟ لا ابدا، شلي بجديد ابدا، ما كناش على بال، ما كانش. انت لا. انت سيد نزار، انت كنت على علاقه بالباءات الثلاث يعني كريم القاسم بن طوبال وعبد الحفيظ بن الصفر رحمهم الله؟ ما نعرفهمش خلاص. إذا لماذا شلي؟ تلاقيت على كريم بالقاسم، تلاقيته كي جانا في الحدود باش يدخل في 59 باش الناس لما كملوا الاجتماع نتاع طرابلس، سمعتني، خذا أمر لأنه كان وزير الدفاع باش يقوم بالدخول، سمعتني، لأن الولايات كانت تعيط سمعتني وتطلب النجدة باش الوحدات تدخل والسلاح يدخل. فجاك كريم الله يرحمه وجاو مجموعة معاه باش يتصلوا بالجنود بالوحدات ويتصلوا وباش يخلقوا كما نقولوا ديناميكية جديدة باش الناس معتي تدخل الجزائر، تدخل الولايات باش تعاون الداخل. ثم تلقيت سي كريم، ولكن من قبل هذا ما كنتش نعرفه. ما رحت لتونس، انا لما وصلت لتونس بتليلة في تونس، هذا ما نعرف من تونس. ثم تنقلت الى الحدود، الى ومن التحقت لكل دي كادر، قعدت 8 شهور في التدريب، تدريب في لكل دي كادر في جهه الكاف، وتدريب في ليزارتيفيسيي من جهه ساقيه سانت يوسف. هذا الجوج مدارس اللي بقيت فيهم 4 سنوات، اربع شهور. الباقي تاع اللي عديتها في الطورة 3 سنوات ونص، عديتها في الوحدات القتاليه. كنت ناصل حتى لأن الحدود تاعنا كان يوصل حتى تقريب سيبوس، خاصة بودا موسى سيبوس. بعد الأسلاك الشركة اللي قاموا بها وكل شيء، ولينا وراء الأسلاك بالحدود والأسلاك، وكنا نواصل العمليات نتاعنا، وخاصة ضد وبعد نتكلم على جيش الحدود ونتكلموا منين جاهز جيش الحدود ومعتي وكل شيء، بعد نتكلم عليه ونعطي التوضيح ممكن أكثر. كيف بدأت علاقتك بقائدك الجديد شيرلي بجديد؟ أنت كنت ضابط مكول ومدرب، وكان هو مجاهد في هنا في الجزائر. كيف قيمت وحللت الطريقة التي كان بن جديد يدير بها القوات في تلك الفترة؟ لا، ما كنتش غريبة كثير عليا، لا لا لا، كنت ضابط، كان عندي تكوين كلاسيكي صحيح، كان عندي تقنيات صحيح، ولكن على بالي عشت في المدارس، وقبل ما نجي على بالي باللي يعني ثورة وناس ثوار والناس سمعتي وشعب سمعتي جاء من كل الجهة سمعتي، والتدريب ساهل وحرب العصابات هذا ساهل باش الواحد يتحكم فيه، وأي إنسان مسؤول ولو ما عندوش تكوين بالنسبة لحرب العصابات ينجم يدير سمعتي الحرب العصابات، يبو كوندوير اون اكسيون دو سوبفيرسيون سان بوزي بروبليم. ساستمع الى تقييمك لقائدك السابق رئيس شادلي بجديد في الجزء الثاني من هذا البرنامج.
سيدتي سادة المشاهدين، نلتقي في الجزء الثاني من هذا البرنامج لنبحث مع السيد خالد النزار قضية التحاقه بالقاعدة الشرقية ونشاطه في ثورة التحرير. ألقاكم بخير.